يا جديدة كي البارح شنو وقع؟ رجعوا على البيت ديال المواطنين، واحد خدمت له الوثيقة ديالو وخرج ووقف مع هاد الحيط هذا، وجات النوبة ديال الصديق ديالي، عطاني الوثيقة ولقيتها عقد عمل، قلت له عطيني البطاقة الوطنية ديالك، قال لي ما عنديش، شوية وجبد من الجيب ديالو فوتوكوبي ديال الوثيقة ديال البطاقة اللي قال لي قديمة صافا راجع، قلت له هذه ماشي وثيقة ديال التعريف، قلت له البطاقة ديال التعريف ديالك، قال لي جبد دابا ريتو هز واحد الكارطاج وجبد واحد الكتاب هكا، وقال لي عطيني هنا شي نص، هذا كتاب ديال القانون، عطيني هنا شي نص كيقول بأن فوتوكوبي ديال البطاقة الوطنية ماشي وثيقة رسمية، ماشي وثيقة رسمية بالنسبة لي أنا اللي قال لي زعما عطيني الهوية ديالك باش نكلم. بقاو صافي تما هما كيستفزوا، بقاو كيضربوا في يدين بعضياتهم ويضحكوا. انا عييت صابره، دزت عند السيد اللي كنخدم معاه، هو استغل ديك الفرصه، انا مشيت عند السيد اللي خدم لانه ما يمكنليش نخدم له اللي موراه، بقى كيقول واش ديك هادي كتصبق كتعمل راه صبقات علينا حنا النوبه ديالنا هادي، انا ماشي النوبه ديالك وما صبقتش عليك، عطيني الوثيقه ماشي دابا ما عندك استرجيبها، عندك بيرمي عندك باسبور غادي نتعاملوا معاك فيه. لا وبقى لاقط صاحبو هما اللي قال لي زيدنا شبان لي ما شفتو كيضحكو كي بالقهقه، من بعد صافي جيت كلش كيضحك، واش شفتي القروده كتجي فوق هاد البيرو غادي نديرو هذه اداره محترمه خصك تخدم الورق ديالك وتشحال بالاحترام، صافي بقاو بشي كلمات ناديه والسب والهضره اللي ما تقدرش تقولها نهائيا امام الملاك، داروا فيهم شي مواطنين هنايا في القلوب في الشماطه، ولكن هما على حسب الفيديو ما نصحوكوش داكشي، خلاو غير واحد لابارتي مننا فين كانوا المواطنين وفين كان السيد الدار، المهم فشناهم هذا جا السيد هنا سير مخازني من هنايا داهم هزيناهم، انا قويت الكتوبه حطيت المسائل ديالي وتابعاهم ووقفوا التصوير على حساب الفيديو اللي شفت، من وقفوا التصوير وتبعونا حتى لهنا بقاو كيسبوا ويعايروا هذا الموظف معاهم غادي يتشادوا معاه، خرجنا طلعنا عند الخيط، طلعنا عند الخيط قال لي شنو كاين قلت له شنو كاين شنو كاين، قال له عطيني الوثائق ديالك عطاه الوثائق ديالو، قلت له عندك شي حق صافي عطينا البطاقه ديالك، الاخر صاحبو كيقول كنضمنو كيعطي واحد البطاقه وطنيه فيها مخالف مخالف اصلا ما تبعش المقاطعة، وزيدو حنا اون بليس خدمنا له الوثيقة ديالو، يعني هو الوثائق ديالو تخدمو ومشاو، وبقى من تما كيقول لينا وعلاش حنا خدمتي لنا، حنا خدمتي لنا حتى هو تخدم له، يجيب لي البطاقة ديالو ونخدم له، ما يتحكمش عليا، ملي قال ملي قلت له هكذا بقى غوتو، ملي طلع عند السيد القايد قال له طلبوا السماحة وهادي، طلبوا السماحة خارجين هابطين انا والوزان هنايا من وراهم هما مشاو، ونقدم وقفنا انا نتينا ياك السيد وقت تبع مورانا هو على شاهد جا وصل حتى الباب وقال انا صورت فيديو غادي نبوبلي نشوه بك وغادي ندمك وشبروها بجهد يعني وجراو باش ما يلحقهم حتى شي واحد، انا ما نبيتش بصراحه قلت يمكن هكا نديرو في براسهم، اما انا داك الساعه نعيط حتى على البوليس ونريكلامي وندير المسائل ديالي القانونيه، قلت وليدات بحال ولادي براسهم حتى غلطوا فيا الله يسامح ماشي مشكل غادي يمشيو بحالهم غادي يندموا، الساعه انا ربي في الصباح انا كنتفاجئ ولدي كعيط لي اجا ماما راه تبوبليا ان فيديو، انا ديك الساعات كتوجهت للرئاسه ديالي توجهت المسائل ديالي اللي كيعرفوني الموظفين اللي كانوا فيا الاعوان في السلطه السيد القايد الجامع طلبوا بالشهاده ديالهم، انا غادي نقدم السيد للمحاكمه والقضاء يقول فيها ولن اتنازل ابدا، هي التنازل اللي ما يحلموش به نهائيا.